نعرف القليل عن قانون نيوتن الأول لنختبر أنفسنا قليلا. ما أريد فعله هو معرفة أي من العبارات الآتية صحيحة. العبارة الأولى هي: إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على جسم ما تساوي صفرا، فإن سرعته لن تتغير. أمر مثير. العبارة الثانية: القوى الغير متزنة المؤثرة على جسم ستؤثر دائما على السرعة القياسية للجسم. عبارة مثيرة أيضا. العبارة الثالثة: السبب في أن الأجسام المتحركة تميل إلى السكون في حياتنا اليومية هو لأنها تتعرض لتأثير قوى غير متوازنة. والعبارة الرابعة: القوى الغير متزنة المؤثرة على جسم ستغير دائما اتجاه حركات الجسم. سأدعكم تفكرون بالأمر. لنفكر فيها عبارة تلو الأخرى. العبارة الأولى: إذا كانت محصلة القوى المؤثرة على جسم ما تساوي صفرا، فإن سرعته لن تتغير. هذا صحيح تماما. هذه في الحقيقة طريقة أخرى لنص قانون نيوتن الأول. إذا كان لدي جسم ما ينتقل في الفضاء بسرعة ما، له سرعة ما في اتجاه ما، ولتبسيط الأمر لنفترض أنه لا يوجد تفاعلات جاذبية، هناك دائما تفاعلات صغيرة، ولكننا نفترض عدم وجود تفاعلات جاذبية، لا يوجد جسيمات تصطدم بالجسم مطلقا، فضاء مفرغ من الهواء، الجسم سيكون في حركة دائمة، سرعته لن تتغير لا مقدارا ولا اتجاها. إذن هذه العبارة صحيحة تماما. العبارة الثانية: القوة الغير متزنة المؤثرة على جسم الناس تؤثر دائما على السرعة القياسية للجسم. والكلمة المهمة هي السرعة القياسية. إذا قلت تؤثر على السرعة المتجهة للجسم، عندها ما ستكون العبارة الصحيحة. القوة الغير متزنة المؤثرة على الجسم ستؤثر دائما على السرعة المتجهة للجسم. هذه العبارة ستكون صحيحة، ولكن العبارة تقول السرعة القياسية. السرعة القياسية هي مقدار السرعة المتجهة، لا تأخذ الاتجاه. ولنعرف لماذا العبارة الثانية خاطئة، بإمكانك التفكير في عدة أمور. ستكون هناك مقاطع عن مبدأ التسارع المركزي والقوى المركزية والقوى المتجهة للداخل. إذن لم تتمكن من فهم الفكرة تماما في هذه اللحظة. تخيل أننا ننظر إلى حلبة تزلج وهناك متزلج، هذا هو رأس المتزلج وهو يتحرك في ذاك الاتجاه. تخيل في اللحظة التي يمسكون فيها بحبل مربوط في المتزلج في حلبة التزلج، نحن ننظر لكل هذا من أعلى، وهذا هنا هو الحبل. الآن ماذا سيحدث؟ حسنا، المتزلج سينتقل، اتجاهه سيتغير بالفعل، وعند إمساكه بالحبل سينتقل في دائرة، وعندما يفلت الحبل سيبدأ في الانتقال في نفس الاتجاه لحظة إفلات الحبل. سيستمر بالحركة في ذلك الاتجاه، وإذا افترضنا أن هناك قليل من الاحتكاك من أرضية التزلج سيكون له نفس السرعة القياسية. فإن القوة الداخلة، قوة الشد من الحبل على المتزلج في هذه الحالة، هي التي ستغير اتجاه المتزلج. لذا القوة الغير متزنة ليست بالضرورة تؤثر على السرعة القياسية للجسم، غالبا تفعل، ولكن في هذه الحالة فإنها تؤثر على اتجاه المتزلج فقط. حالة أخرى هي مرة أخرى، هذا يتضمن التسارع المركزي والقوة المركزية. إذن الحالة الأخرى هي القمر الصناعي في مدار، أو أي جسم في مدار. فإذا كان هذا كوكبا ما وهذا أحد أقمار الكوكب، السبب في بقائه في المدار هو الجاذبية التي تبقي الجسم وتغير
وتغير في اتجاهه، ولكن ليس في مقدار سرعته. سرعته هي السرعة المناسبة، هذه هي سرعته. إذن هو ينتقل في هذا الاتجاه للأبد، ولكن الكوكب موجود هنا، هناك قوة مركزية جاذبية جذبته. سنتحدث أكثر عن ذلك، ولكن هذه القوة المركزية ستسبب تسارع الجسم للمركز. بعد فترة من الزمن متجه سرعة الجسم، إذا أضفت السرعة السابقة لمقدار التغير، متجه السرعة الجديد هنا بعد انتقال الجسم بقوته، متجه سرعته الجديدة سيبدو هكذا، وهو ينتقل في السرعة المناسبة، حيث سرعة الجاذبية أو السرعة المركزية في زاوية قائمة مع اتجاهه. وهو كذلك في السرعة المناسبة، حيث لا يفلت للفضاء ولا يصطدم بشيء، وسنغطي هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل. ولكن الإجابة هنا أن القوة الغير متزنة ستؤثر دائما على سرعة الجسم مقدارا أو اتجاها أو كلاهما معا، ولكن لا يشترط أن يتغير الاثنان معا، يمكن أن يتأثر المقدار فقط أو الاتجاه فقط. لذا فإن العبارة خاطئة. العبارة الثالثة، السبب في أن الأجسام المتحركة تميل إلى السكون في حياتنا اليومية هو لأنها تتعرض لتأثير قوى غير متوازنة. هذه العبارة صحيحة تماما. هذا هو المثال الذي ذكرناه، السبب في إذا أخذت جسم ما سأخذ كتابي وحاولت تمريره على الطاولة، السبب في أنه يتوقف في النهاية هو أن هناك قوى غير متوازنة من الاحتكاك، سطح الكتاب مع سطح الطاولة. إذا كنت داخل حوض السباحة، حتى لو لم يكن هناك أي تيار في الحوض، إذا حاولت دفع جسم ما تحت الماء سيتوقف في النهاية بسبب مقاومة الماء. هناك قوة غير متوازنة في الاتجاه المعاكس للحركة، وهو ما يبطئ الجسم. لذا في حياتنا اليومية، السبب في أننا لا نرى هذه الأجسام تتحرك بشكل دائم لوجود الاحتكاك أو مقاومة الهواء أو احتكاك الأسطح. والعبارة الأخيرة، القوى الغير متزنة المؤثرة على الجسم ستغير دائما اتجاه حركة الجسم. هذه العبارة قد تكون الأكثر منطقية. إذا كان لدي جسم هنا ينتقل بسرعة في هذا الاتجاه 5 متر لكل ثانية، إذا أثرت بقوة غير متزنة في نفس الاتجاه، هذه هي القوة، إذا أثرت بها في نفس الاتجاه فأني فقط سأقوم بتسارع الجسم في نفس الاتجاه، لذا ليس بالضرورة أني سأغيره. حتى لو أثرت عكس ذلك فأني سأقلل تسارعه فقط، وليس بالضرورة تغيير اتجاهه. يمكن تغيير اتجاهه بفعل شيء كهذا، ولكن لست دائما أغير اتجاه الجسم. إذن العبارة ليست صحيحة، القوة الغير متزنة المؤثرة على جسم لن تغير اتجاهه أو اتجاه هذا الجسم، ويمكن أن تغير الاتجاه في حالات معينة ولكن ليس دائما. دائما هي الكلمة التي تجعل هذه العبارة خاطئة للغاية.